سمينا صوت بتاع الساعة أربعة والناس بقت تحاول تنقذ أرواحها بس يعني خلت البهايم والبيوت الكارثة بتكون كبيرة لأنه في أهالي مقطوعين نحن ما قادرين نوصلهم حس أن إحنا في مرحلة بتاعت أنه كيف نصل للأهالي الموجودين ديل اللي هو حس جبنا دوزرات وبلدوزرات ولوادر على أساس أنه تفتح الشارع نوصل لأنه في موت The Arbaat Dam is a crucial facility in Port Sudan, serving as a primary source of fresh water for the city. The reported damage is expected to have a substantial impact on water supplies to Port Sudan, worsening the humanitarian situation.